لدي ضعف في لثتي ومرض، فأخبرني الطبيب المسلم أنه لا بد من وضع مادة عازلة بين السن واللثة، لكنها من الخنزير وليس لها بديل يقوم مقامها، فهل آذن له بذلك؟ هذا ما يجوز إلا عند الضرورة، إذا أنك مضطر. الله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا كان بلغت الضرورة فلا بأس، أما إذا كان ما في ضرورة فلا يجوز عنه. نعم.